Ja. Het must hier. Nummer 1. Aha. Is nummer 1. Ja, ja, ja. شوف ملبس قراصات حسب الأرقام. نمبر 6. يا هذه رقم 6 رقم 6 ورقم 1 في رقم 1 و... Well, these need to... Seven. آه زي كينهار بلات. شوف يعني حتى هي الطائرة يعني هي رقمها 7 جاية بالخانة رقم 7 هي أكو بيه إني اختلطوا أكو. هذا الترتيب يعني من ترجع الذكور من السباع. هذا تحفيز يعني هذا ذكر من يجي يلقى الإناث هنا جاهزات ان وانير دي دويف نار هير كوما دارنا دي اوبن اوف زو بليفن als de duiven thuis zijn ja. dan mogen ze daar een half uurtje bij ja. dan wordt iets open gedaan het offer gaat erin en terug dicht ah gewoon van hier maar dan wordt dit naar voren geschoven zo. Ja, ja, hebben ze ja. meer plaats hebben ja, ja. Maar eerst, als de doffer thuis komt, moeten ze eerst eten. Een beetje eten. Ja, ja. En enkel bij een zware wedstrijd. Als de wedstrijd licht is als vandaag, ja. is dat eten niet nodig. Aha. Dan mogen ze eerst bij de davin, daarna eten. Ja. Ja. Maar altijd eerst een beetje drinken. Ja. Voor ze naar de davin gaan. Ja. Je goal, حسب المسافة, je goal, يعني الذكور من تجي, هو يعني غلق الأبواب على الإناث. بهالشكل يقول لأن الذكور من تجي لازم الإناث تبقى جوا يعني مجرد تحفيز لهم لأن لازم ياكل ياكل ويقول بهيجي سباق يعني مجرد بس يحتاج شوية يشرب مي وهاي لازم بالبداية وبعد بعد ما يرتاحون يقول لمدة نص ساعة بعدها يقول نفتح مجرد نفتح لهم المداخل بهالشكل هذا حتى تدخل الذكور تجتمع ويا الإناث هذا تحفيز هذا نظام التحفيز يعني يقول مو أول ما يجي يلقى الإناث مفتوحة هنا لازم هيك الإناث جاهزة شوف الإناث يعني هن لين مفرودة جاهزة للتزاوج يعني مثل ما سمعون الصوت يعني الإناث بدت يعني احنا مثل ما نقول باللهجة العراقية تون يعني بدأت تطلب الذكور يا 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 وهذا نفس الترتيب يعني نفس الطريقة بترتيب آخر حسب الأرقام هذه الإناث هذه من تجي الذكور مجرد يشرب مي هير درينك واتر ويرجع يعني مجرد يرتاح لمدة نص ساعة تحفيز يعني تجي الذكور بهاي الأماكن قرب الإناث بعدها يفتحوها وإن شاء الله نصور من يجي لأن هسه احنا ننتظر السباق.